الو، كنت نايم طبعا. انت بتقول ايه؟ ازاي ده حصل؟ لا اقفل اقفل، انا هتصرف. سلام. الو، انا مش جايه ابرر اي حاجه ولا اطلب منك انك تسامحيني ولا عايزه ازود عليكي تعبك. انا عارفه انك تعبانه. انا هقولك كلمتين وهمشي ومش هتشوفي وش تاني خالص. انا كنت مرتبطه بابويا قوي، كنت بحبه، متعلقه بيه. هو فجاه سابني ومات. المهم يعني انا كان عندي مشكله في الورث مع اهلي، كنت محتاجه محامي. في حد عرفني على صلاح، اتكلمنا وهو طمني وقعدنا نتكلم كتير. بس والله العظيم ما كان في نيتي اي حاجه، ولا هو كمان كان في نيته اي حاجه. يمكن بس احنا الاتنين كان ناقصنا حاجه لقيناها في بعض. لو سمحتي انا تعبانه ومش قادره اتكلم في اي حاجه. صدقيني انا حكايتي انتهت من قبل ما تبتدي اصلا، لاني كنت بسرق حاجه مش بتاعتي. وساعتها هو جالي زي العيل الصغير اللي بيترمي في حضن امه. تحولت ساعتها من بنته لامه اللي بيحكي لها وبيشتكي لها من خوفه من ضياع اكتر واحده حبها في حياته اللي هو انتي. الراجل اللي يقبل يقسم نفسه ما بين اتنين ده راجل ما يلزمنيش. موضوع انك تفضلي او تمشي دي حاجه ما تخصنيش ابدا. موضوعي انا وصلاح انتهى ومجرد اني شفته معاكي. اسمعي كلامي، ما تضيعيش جوزك من ايدك. صلاح بيحبك. انا حكايتي انتهت. ما تضيعيش حياتك علشان واحده الحزن والوحده نسوها نفسها وخلوها تسرق حاجه مش بتاعتها. سامحيه، يمكن لما تسامحيه يفضل شايلك ده في قلبه العمر كله. صدقيني يمكن نهايه حكايتي تبقى بدايه لحكايتك، مش نهايه. انا بجد انا اسفه.